بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عرب، عمرو دوني معاكم arabic.html.com. طبعا احنا بصينا المره اللي فاتت واخدنا زي فيو سريع او نظره سريعه على البلجنز، على اساس ان احنا بعد كده نكسر حاجز ان انا مش عارف او ان انا خايف ان انا استعمل بلجنز او الحاجات دي كلها. طبعا من النهارده عايزين نبدا بقى نخش بقى في الديتيلز. طبعا احنا هنبص طبعا للمهم، وبعد كده طبعا في حاجات مش هتبقى مهمه قوي دي ممكن نسيبها، وفي حاجات طبعا مهمه اللي احنا لازم نركز عليها دلوقتي، وفي طبعا حاجات بتيجي مع الاكسبيرينس الخبره بتاعتنا هنحاول نبص على الشغل ده ان شاء الله. زي ما قلنا هو ده الثيم بتاعنا اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. عايزين نبص على السيتنج بتاعتنا قبل ما نبدا ان احنا نبص للسيل وازاي ان احنا ممكن نحط البرودكتس بتاعنا، الحاجات دي كلها. يبقى انا هروح على الووكومرس بتاعتي، وطبعا الووكومرس بتاعتي زي ما قلنا في 2 بانل. طبعا البانل اللي احنا هنبص عليها النهارده هتبقى الووكومرس. عايزين نبص على السيتنجز لان دي من اهم الحاجات، لان طبعا دي اهم حاجه بتبدا اللي انت بتجهز السيتنج بتاعتك، كل حاجه محطوطه صح، وبعد كده بنبدا نحط البرودكتس بتاعنا او الشغل بتاعنا. طبعا هنا لو بصينا هنلاقي فيه بانلز كتير. اول حاجه الجنرال بتاعتنا، عايزين نبص على الجنرال بتاعنا. طبعا جنرال اوبشنز، طبعا هنا بيقول لك بيس لوكيشن، انت موجود فين بالظبط، المكان بتاعك فين. فانا طبعا هقول هنا بلجيوم، وهنيجي تحت يقول لك سيلينج لوكيشن. سيلينج لوكيشن يعني انت عايز تبيع فين بالظبط. لو احنا هنتكلم على نظام داونلود، بتعمل زي برودكت داونلود، زي ثيمز، زي معرفش بقى سوفت وير، الحاجات دي كلها ممكن تسيبه اللوكيشن بتاعه all countries. او لو انت مثلا بتبيع حاجه معينه في، طبعا بيبقى في ضرايب او شيبنج او تاكس، معرفش الموضوع ده في ميدل ايست او الوطن العربي فيه، بس ما اعتقدش فيه، بس انا ما بقولش ان فيه او ما فيش لان انا بامانه ما اعرفش. فطبعا دي حسب الضرايب او حسب الجزئيه اللي انت بتبص عليها، بس طبعا انا مش عايز اعملها للسيلينج كلها، لان مثلا انا هبيع اي حاجه زي التيشيرت، ساعات، مش عارف الكلام ده كله. فهنا انا هقول انه ان انا عايز اختار الدول اللي انا عايز اشتغل عليها بس. يبقى انا هقول هنا ايجيبت مثلا، هو هنا جالي ايجيبت، يبقى انا اقول ايجيبت. وعايز مثلا عرب سعوديه، هناخد عرب سعوديه، وهناخد هنا مثلا موروكو. يبقى انا كده هم دول الثلاث دول اللي انا عايز اعمل لهم تارجت، هم دول اللي انا هعمل لهم سيلز. طبعا اي موقع او اي واحد هيفتح الموقع بتاعي في اي بلد في العالم، طبعا الموقع هيجيله كل حاجه، بس طبعا مش هيبقى قابل ان هو يشتري او يبيع او الكلام ده كله. طبعا هنا النوتس بتاعتنا دي احنا ممكن نشتغل عليها على حاجات كتير، او ممكن انت ممكن تقول انا عايز اعمل ابديت. يعني انت لو عملت تشيك، طبعا هنا بتقول ان في ابديت للشغل بتاعي حصل، الكلام ده كله. في حاجات ما عادتش موجوده، الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها ممكن تكتب النوتس بتاعتك او الملاحظات بتاعتك بنفس الشكل دون. هنيجي هنا على الاي بي اي، الاي بي اي طبعا بتفرق من انجلش لهولندي. طبعا هنا دي سيبها زي ما هي، ملهاش دعوه. طبعا هنا لو نزلنا تحت هنبص الكرنسي، انت عايز تستعمل العمله بتاعتك ايه. طبعا احنا كلنا على ما اعتقد ان احنا بنشتغل على اليو اس دولار، او ما اعرفش، ما كل واحد حاجه براحته. طبعا هنا بيقول لك انت عايز العلامه تظهر لك ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، الكلام ده كله. طبعا عندك شمال، عندك يمين، الحاجات دي كلها احنا نخليها يمين. وطبعا هنا اللي هو السبريتور، اللي هو اللي بيجي يفرق الاصفار عن بعض. طبعا هنا بيقول لك بعد ال1000 ممكن تحط الكوما دي، او بعد الديسيمال سيبريتور اللي هو زي 10.75 سنت او 75 قرش او الحاجات دي كلها. طبعا بتحط النقطه في النص، وطبعا انت عايز الرقم يظهر لك بعد قد ايه. يبقى انا عايز اظهر له عايزه يظهر بعد الاثنين، طبعا في الثلاثه، الكلام ده كله. هنيجي نبص على جزئيه الستايل بتاعنا. طبعا الستايل بتاعنا هنا هو ده الفرونت اند، ده الستايل بتاعنا اللي هو مديهولنا، اللي هو زي زي اد تو كارت. لو دخلنا جوه، لا مش اد تو كارت، لو دخلنا على البرودكت نفسه او التيشيرت نفسه او ما اعرفش ده ايه. طبعا بتيجي هنا بتلاقي هنا الموف بتاعك، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها، الريفيو بتاعك جايب الاسود، الحاجات دي كلها ممكن انت تغير الجزئيه دي. فانا طبعا هاخد اللون اللي احنا كنا شغالين عليه، واقول كنترول في على اساس ان انا عايز استعمل اللون دون، او لو انت عايز تبص على جزئيه تانيه هنبقى نبص عليها دلوقتي. طبعا هنا الفرونت اند بتاعك، هنا طبعا ده الالوان بتاعتك انت ممكن تبص عليها وكل لون ليه وعشان ايه. طبعا هنا انيبل لايت بوكس، لو احنا رجعنا تاني وطلعنا فوق وطبعا هنا دوسنا على الايمج بتاعتنا هنلاقي طبعا الايمج بتاعتنا بتكبر، فهو ده اللايت بوكس بتاعنا او الفانسي بوكس بتاعنا. لو انت ما انتش عايزه، لا انا مش عايزه، يبقى كده خلاص. طبعا هنا انيبل سيلكتد بوكسز، دي طبعا انت ممكن تشتغل عليها او لا. طبعا هنا الستايل بتاعك بيبقى فيه اجزاء كتير ممكن نغير عليها. طبعا احنا كان عندنا الاول زي تشيك بوكس، هنا هو بيقول لك ان انت عايز تستعمل الستايل اللي موجود في وو كوميرس او ما تستعملوش، دي طبعا هنبص عليها في السيتنجز ان شاء الله. طبعا انا هقول دلوقتي سيف، وهروح هنا اهو وهعمل طبعا ريفرش. هنلاقي طبعا هنا لو لاحظنا هنلاقي هنا طبعا ده الشغل بتاعك، طبعا هنا الديمو بتاعك. هنا طبعا احنا لو بصينا هنا اهو فعلا، طب كويس جدا ان احنا طبعا عملنا النوتس بتاعتنا هنا اهو، فانا طبعا هشيلها دلوقتي. بس طبعا احنا لو جينا هنا اهو هتلاقي this is the demo store blah 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 الحاجات دي كلها. طبعا هنا انا مش عايز اشوف الجزئيه دي، فانا طبعا هشيلها. دي طبعا زي ما قلنا احنا ممكن تعمل بيها ابديت، ممكن تعمل بيها حاجات كتير. طبعا هنا لو لاحظنا هنلاقي طبعا البوتن بتاعنا اللون بتاعه اتغير حسب الشغل بتاعنا اللي هو اللون اللي انا غيرته هنا اهو. بعد كده بتخش على السكندري الكلام ده كله، طبعا الحاجات دي كلها. بعد كده بتيجي للتشيك بوكس الكلام ده كله. طبعا اللون الاخضر بتاعك ده ممكن تغيره على اساس ان هو الجزئيه دي، الحاجات دي كلها. يبقى احنا كده بصينا هنا على الجنرال، وعايزين نبص بعد كده على البرودكتس. بس طبعا هنا هقول اول حاجه سيف، طبعا ما سيفتش طبعا. وهنا اول ما جيت عملت هنا ريفرش، طبعا النوتس بتاعتي الملاحظه اللي كانت فوق اختفت لان طبعا انا مش عايزها. يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه دي وداخلين فعلا على البرودكت بتاعنا. طبعا البيج هنا اهو البرودكتس بتاعتنا اختلفت كتير قوي. طبعا اللي شاف قبل كده هتلاقي فيه كان فيه هنا كاتيجوري ومش عارف ايه، انفنتوري. انفنتوري دي كانت بيج لوحدها، بس احنا هنحاول ان احنا نبص على كل حاجه. طبعا هنا اهو من الاول خالص بقول لك البرودكت ارشيف، طبعا البيج بتاعتك ايه، الشوب بتاعك، لان طبعا انت ممكن تغيرها. هنا طبعا انت عايز البيج بتاعتك يظهر فيها ايه. الاتنين دول اللي هو الشو بيج ديسبلاي وديفولت كاتيجوري ديسبلاي، الاتنين دول بيقول لك طب انت عايز شو برودكتس ولا شو السب كاتيجوري، ولا عايز تخلي الاتنين ظاهرين جوه البيج بتاعتك. طبعا هنا برضو نفس النظام. طبعا هنا انت عايز تخلي الديفولت برودكت سورتنج اللي هو انت عايز كل حاجه جايلك بالترتيب ازاي. طبعا هنا طبعا دي اللي هو جايلك الفابت، جايلك من اول بقى البرودكت بتاعتك اللي هو اي بي سي وانت نازل بقى بعد كده تحت. طبعا هنا اهو لو بصينا لاد تو كارت، التشيك بوكس هنا اللي هو ريدايركت تو ذا كارت بيج افتر سكسسفولي اديشن، دي على اساس انت لو عندك مثلا زي برودكت او اتنين او تلاته بس، وانت عارف ومتاكد ان هم مش هيشتروا اكتر من برودكت واحد. طبعا بتيجي تعمل هنا تشيك بوكس على اساس ان هو بيقول له اد تو كارت، يبقى خلاص هو اول ما بيجي يدوس على اد تو كارت ما بتجيلوش السله، لا هو بيروح على طول على التشيك اوت بتاعتك، وبعد كده بيخلص على طول. لو انت حاسس ان هو ممكن يشتري اكتر من برودكت، او انت هيشتري حاجات كتير في الويب سايت بتاعتك، يبقى بتسيبها زي ما هي من غير اي حاجه. وهنا طبعا انيبل ايجاكس، لان احنا طبعا لما نيجي نبص هنا اهو ونيجي نقول هنا اد تو كارت تاني، بنلاقي هنا اهو ان كل حاجه جايه لنا لايف. طبعا الايجاكس بتاعنا شغال، دي ما اقدرش اقول لك سيبها او ما تسيبهاش، لان طبعا بتحصل مشاكل ساعات في بعض التمبلتس، فدي حسب التمبلت اللي انت شغال عليه. هنا لما نيجي نبص هتلاقي ان بيقول لك الويت بتاعك قد ايه، طبعا الشيبنج بتاعك قد ايه، لو انت هتحسب كل حاجه قد ايه او الكلام ده كله. مش هنقدر نتكلم عليها كتير، لان طبعا دي بتختلف بين كل موقع والتاني، لان طبعا انت بتختلف انت عايز تمشيها على ايه بالظبط، بالجرام بالانشز الحاجات دي كلها، ايه كويس ليك، ايه اللي انت ممكن تمشي عليه بالسنتيمتر مليمتر انشز الكلام ده كله. دي طبعا حسب ما انت هتبدا تبعت البريد هياخد منك بالسنتيمتر او بالكيلو او الحاجات دي كلها. دي حاجه ما نقدرش نتكلم فيها كتير، بس طبعا اي جزئيه انت ما انتش فاهمها ممكن بتيجي هنا اهو هتلاقي طبعا زي علامه الاستفهام بتاعتك بتيجي بيقول لك زي ديسكربشن بسيط ايه الجزئيه دي عايزها لايه بالظبط والحاجات دي كلها. طبعا البرودكتس هنا، طبعا الريفيو بتاعنا، الريفيو لو احنا جينا بصينا هنا اهو وجينا نزلنا هنا على الريفيو بتاعنا، طبعا هنا الريفيو بتاعك 3 ستار، هنا ال 2 ستار، الكلام ده كله. طبعا هنا انت بتقول ايوه انا عايز اللي يعمل لوج ان او البايع او اللي بيجي يشتري الكلام ده كله ممكن يعمل لوج ان، ممكن يعمل ليا ستار، الحاجات دي كلها. او لو انت ما انتش عايز طبعا الجزئيه دي تمام. طبعا لو انت هتعمل ان ايبل داون، طبعا هم الثلاثه اعمل لهم التشيك بتاعهم، بس لو انت عايز تشيلهم تمام. لو انت هتشيل واحد مش هينفع، لازم تشيل الثلاثه مع بعض، لان طبعا هنا اهو هنا بيقول لك انت عايز تعمل ليفل نهو بالظبط، وانت ممكن تسيب الجزئيه دي او لا. لو جينا نزلنا هنا البرودكت ايمج سايز، دي حاجه لازم تعملها من اول ما تيجي تسطب البلوجنز بتاعك او الاضافه بتاعتك، على اساس ان هنا بيجي يقول لك انت عايز الايمج بتاعتك عايزها كام في كام بالظبط. هنا انت ممكن تغير كل حاجه، دي حاجه براحتك انت. وهنا زي ما قلنا الديسكريبشن بتاعك ممكن تبص عليه. طبعا هنا بتيجي تبص من اول ايمج، لان طبعا لو استنيت بعد كده هيبقى فيه اختلافات. بتشوف الايمج الصغيره، الايمج الكبيره، وبعد كده وهتلاقيها كلها مربع بالظبط، 150 في 150، 300 في 300، 90 في 90، دي حاجه براحتك. التشيك بوكس دي سيبها زي ما هي. لو انت متاكد ان انت مثلا ايه انت عامل هنا 150 في 150 وهترفع كل شويه الصوره بتاعتك 150 في 150، ممكن تشيل التشيك بوكس بتاعتك. لو انت حاسس ان انت ممكن تطلع ايمج كبيره شويه او صغيره شويه، ممكن تشيلها، لان طبعا ووردبريس ساعتها هيعمل لك ستريتش للايمج، مش هيبقى شكلها حلو. فطبعا دي سيب الهارد كروب بتاعتك. لو جينا نزلنا هنا البرودكت لو انت عايز تعمل له داونلود، هنا دي سيبها زي ما هي فورس داونلود. طبعا دي بتختلف ساعات صغيره جدا من سيرفر للتاني، بس طبعا 90% او اكتر طبعا هنا اهو بيبقى للفورس داونلود. وهنا طبعا الاكسس بتاعك، طبعا لما بتيجي تعمل تشيك بوكس هنا اهو بتقول الداونلود ريكواير لوج ان، يبقى انت بتخصب على اللي قدامك ان انت بتقول له لازم تعمل لوج ان قبل ما تعمل الداونلود بتاعتك. ودي برضو بتبقى نقط مهمه، لان طبعا في ساعات بيجي بيعمل داونلود وبياخد اليو ار ال بيبعتها مثلا لواحد صاحبه، بيبعتها لاي حد ونزل يا عم. فطبعا دي طبعا دي مش هتفرق، فدي طبعا هتفرق معاك كتير. فطبعا لازم تقول له خليك داونلود. لو انت هتعمل البرودكت بتاعك داونلود، يبقى انت كده ممكن تخلي الجزئيه دي، لان طبعا انت محتاجها. برودكت افتر بيمنت، طبعا دي حاجه انت برضو بتبص عليها، على اساس ان انت بعد كده ايوه انا بعد البيمنت بتاعك انت ممكن تنزل الداونلود بتاعك، دي حاجه طبعا طبيعيه. انا هاجي اقول هنا سيف، وبعد كده هروح على انفنتوري، على اساس ان احنا هنبدا نشتغل ونبص ايه الانفنتوري والحاجات المهمه اللي احنا عايزينها. جزئيه الانفنتوري مهمه جدا وسهله جدا، عايزين نبص عليها. بس طبعا دي حاجات مهمه جدا. لو هنيجي نبص وهندي مثال، لو انت عندك زي بتبيع تي شيرتس وعندك 200 تي شيرتس، جميل. بس افرض ال 200 دول خلصوا، هتفضل تبيع برضه في التي شيرت. طب انت هتجيب للناس تي شيرت ثانيه منين؟ ما ينفعش. يبقى انت لما يجي يقول لك هنا مانج ستوك، ايوه انا عايز اعمل مانج ستوك. هنا طبعا بيقول لك هولد ستوك مينتس، طبعا 60%. ممكن في ناس بتخش للموقع بتاعك انا عايز اشتري التيشيرت دوت، طيب انا هدخله اد تو كارت، خلاص سيبته اد تو كارت، يبقى انا كده عملت الشوب بتاعي. بس في الاخر لا انا مش هشتري دلوقتي، خلاص انا قفلت السايت وسبتها. فهو هنا بس خلاص هو بيعمل هولد الستوك بتاعتك لمده 60 دقيقه او حسب الوقت اللي انت بتحطه. وبعد كده بعد ال 60 دقيقه هو اشتراه، خلاص يبقى بينقص واحد. لو ما اشتراهوش يبقى بيرجع تاني للجزئيه دي. طبعا نوتيفيكيشن بتيجي انيبل لو ستوك نوتيفيكيشن او اوت اوف نوتيفيكيشن. طبعا هنا اهو بتيجي لازم بعد كده بتحط الايميل بتاعك، على اساس ان هو بيجي لك الموقع يقول لك خلاص ده انت ما عادلكش مثلا خمس ست قطع، ويبقى انت كده خلصت التيشيرت دون. فانت بتيجي بعد كده بتقول انا عايز بعد كده لو انا هعمل لو انا ما عنديش تاني، يبقى انا هعمل هنا هايد اوت اوف ستوك ايتم، يبقى انا كده مش عايز الايتم ده يظهر بعد ما يخلص بالظبط. او لو انا لسه عندي تاني، يبقى انا هبدا اضخ من اول وجديد التيشيرت بتاعتي او الاوبشن بتاعي. طبعا هنا اللو ستوك والاوت ستوك دي حاجه مش هتيجي تبيع لاخر تيشرت. طبعا انت برضو ساعات بتسيب مثلا كام تيشرت على اساس ان في زباين معينه او في ناس انت بتبعت لها حاجات معينه في انت فبتيجي طبعا هنا اهو ما تحاولش ان انت تسيبها هنا من 2 0 ما اعرفش بقى، وهنا ما تحاولش لزيرو. دي برضو بتختلف من جزئيه لجزئيه، دي ما اقدرش نقدر نقول حاجه فيها. وهنا طبعا زي ما قلنا ان طبعا اول ما بيخلص الستوك بتاعك انا من رايي ان احنا نعمل عليها تشيك، لان طبعا انا بعد ما يخلص الايتم دون ممكن اسيبه يوم او اتنين عقبال ما اعمل الهايد بتاعي. ليه لا؟ دي خليها موجوده، اول ما بيخلص الايتم بيختفى على طول من الويب سايت بتاعتي، دي مفيش حد بيشوفها. وهنا طبعا الستوك ديسبلاي فورمات دي سيبها زي ما هي، وهنيجي ان هنا نقول سيف تشينج على اساس ان احنا نبص للجزئيه اللي بعدها. طبعا التكست لما نيجي نبص هنا على التاكس اللي هو زي الضرايب، دي حاجه مش هنعرف نتكلم فيها كتير قوي زي الضرايب او الشيبنج، دي حاجه انت ممكن تبص عليها على اساس ان انت برضو بتروح لناس عندها خبره في الجزئيه دي. الجزئيه دي انا ممكن اشتغل عليها ازاي، الحاجات دي كلها، ايه الضرايب اللي انا ممكن احطها، ممكن احط الضرايب ولا لا، دي حاجه ممكن ان انت تسيبها. طبعا هنا انيبل تاكس اللي هي الضرايب بتاعتك، طبعا هنا بتقول له انيبل لو انت عايز تعمل للموقع او البرودكت بتاعك ضرايب، لو انت ما انتش عايز يبقى بتشيلها خالص. طبعا هنا بيقول لك ان انت عايز تعمل انكلود او مش عايز تعمل انكلود للضرايب بتاعتك، زي مثلا التيشيرت بتاعك مثلا ب 20 دولار والضرايب بتاعته مثلا 2 دولار، يبقى انت بتقول ان انا عايز اقول ان التيشيرت بتاعي ب 20 دولار زي ما هو، او بحسبه ب 22 دولار وبعد كده هو بيبدا يدفع. لو انا طبعا هحسبه بال 20 دولار هو في الاخر بعد التشيك اوت بيجي بعد كده يقول له في ضرايب عليك اللي هو زي ال 2 دولار للتيشيرت، وبعد كده هو بيجي يحسب الجزئيه دي حاجه طبعا مش هنيجي نبص عليها. طبعا هنا لو انت عايز تعمل جزئيه معينه او مكان معين للتكست بتاعتك دي برضو هنسيبها. طبعا التكست كلاس مش عارف ايه الحاجات دي كلها، طبعا هنا انت ممكن تعمل كلاس جديد. لو جينا بصينا فوق هنا اهو هنلاقي الستاندرد الحاجات دي كلها. طبعا دي بعد ما بنخلص الاوبشن بتاعنا بنيجي بعد كده بنخش لو احنا عايزين نعمل ريت جديد، او هنقول هنا مثلا Arabic ريت طبعا، وبعد كده لما اجي اقول هنا سيف بنيجي نطلع فوق هنا اهو هنلاقي طبعا ايه Arabic rate فيها الاوبشن بتاعك فيها كل حاجه. لو احنا دخلنا عليها طبعا هنا بيقول لك انت عايز تعمل فين بالظبط. طبعا ده الستايل شيت بتاعك، انت ممكن تبص على الكونتري كود، الستيت، الزيب كود بتاعك او البوست كود، السيتي هيدفع قد ايه، الحاجات دي كلها. بتعمل ممكن امبورت السي اس في بتاعتك، او ممكن بتروح من هنا برضو على اساس ان انت عايز تشوف الكود بتاعك، الحاجات دي كلها طبعا مكتوبه ازاي، الكلام ده كله بتيجي هنا بتشوف انا ايوه انا هكتب ايه بالظبط، الكود بتاعي ايه، الحاجات دي كلها. لو احنا رحنا هنا اهو ورجعنا تاني ورحنا على هنا اهو تاني وعايزين نعمل انسرت، طبعا هنا بتكتب الكونتري بتاعتك، هنا طبعا الستيت لو فيها طبعا ستيت، وبعد كده الزيب كود او البوست كود بتاعك، السيتي، الكلام ده كله. عايزين نروح تاني ونقول على الشيبنج. طبعا الشيبنج دي برضو مش هنعرف نتكلم فيها كتير، لان دي طبعا حاجات بتبقى انيبل شيبنج لو انت هتعمل فري شيبنج، او لو انت هتدخل حاجات زي ال DHL الكلام ده كله ممكن ان انت تبدأ تبص عليها. دي حاجات فعلا مش هينفع اقول لك انا عليها، لازم انت اللي بتبدأ تبص، لانها طبعا بتختلف بين كل جزئية والتانية، ان انا عايز ازود الجزئية دي او انا عايز انقص الجزئية دي، الحاجات دي كلها. بس طبعا بيجي على اساس ان انت طبعا بعد كده قدام ان شاء الله في اكستنشن موجود للووكومرس. طبعا الووكومرس مديلك البلوجنز فري، بس في طبعا زي اكستنشن انا عايز ازود، مش عايز اعمل باي بال بس، او ان انا عايز اعمل جزئيه تانية، طبعا دي بيديلك عليها اكستنشن. معرفش دي ساعات بتبقى بفلوس، في حاجات فري في حاجات بفلوس حسب الطلب اللي انت عايزه وكده. يبقى احنا كده خلصنا بسرعه الضرايب بتاعتنا والشيبنج والحاجات دي كلها، وعايزين نروح على التشيك اوت. برضو لو جينا بصينا على التشيك اوت هنلاقي طبعا البيج بتاعتنا من الحاجات المهمه جدا. لو جينا بصينا هنا للكوبونز دي طبعا زي انت هتعمل 10% ديسكاونت، الحاجات دي كلها، هل الحاجات دي كلها هتبقى داخله في البيج اللي هو اد تو كارت بس، ولا التشيك اوت بيج؟ دي طبعا حاجه انت تبص عليها. انable guest check out. سيبها على ما اعتقد، لان طبعا في ناس كتير قوي عايزه تيجي تشتري من على الانترنت بس مش عايزه تعمل زي اكونت عندك، هي جايه تشتري مره وخلاص. فكويس ان انت ممكن تسيب الجزئيه دي تشيك، على اساس ان هو بيجي بيبص على الجزئيه اللي هو عايز يشتريها، خلاص راح على التشيك اوت بيج، اشترى، حط البيانات بتاعته، تمام. يبقى انت كده خلاص، يبقى انت كده ما بتقولوش ان هو لازم يعمل اكونت عندك. طبعا هنا لما نيجي نبص على الجزئيه الثانيه، ودي جزئيه مهمه جدا 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 طبعا، الفورس سكيورتي تشيك اوت، اللي هو HTTPS، اللي هو SS Certificate. SS Certificate دي ممكن لو انت عندك الموقع بتاعك ممكن تبدأ بقى تسأل الدومين او الهوست بتاعك ايه هو ال SSL Certificate، بس طبعا معظم المواقع بتيجي مع السيرتيفيكت بتاعتك دي. احنا محتاجينها ليه؟ على اساس ان احنا لما هنيجي نعمل هنا تشيك لازم طبعا نعمل اللي بعدها طبعا تشيك، دي على اساس ان لما بنيجي نتكلم خلاص هو رايح على البيج اللي تشيك اوت، خلاص هو كده في البيج اللي تشيك اوت بيبدا يحط البيانات بتاعته، الباي بال بتاعته، او بيطلع الفيزا كارت بتاعته، بيحط البيانات بتاعته. الحاجات دي كلها بتبقى سكيورتي قوي ومهمه جدا، اللي هي تبقى سيف على الانترنت. فدي من غير الاس اس ال سيرتيفيكت طبعا ما بتبقاش سيف، فلازم تشوف مع الهوست بتاعك ان انا عايز الاس اس ال سيرتيفيكت. فدي طبعا انت ممكن تبص عليها، بس طبعا لازم تعمل التشيك بتاعك ولازم تبص على السيرتيفيكت بتاعتك لان انت فعلا محتاجها. لما نيجي ننزل هنا هنلاقي طبعا الكارت بيج بتاعتنا، طبعا هي الكارت، تمام، التشيك اوت ده طبعا التشيك اوت، طبعا التيرمز والكونديشن اللي هو زي لما بيجي يقول لك البيج بتاعتك لما بتيجي تعمل زي لوج ان او اكونت جديد في موقع، وطبعا بتكتب البيانات بتاعتك، تمام، وبعد كده بيجي لك صفحه كبيره طويله عريضه، طبعا ما فيش حد بيقراها، بينزل خالص وبيقول موافق وخلاص. طبعا دي بتشوف البيج بتاعتك انت عايزها بتكتبها، وبعد كده طبعا بتختار البيج بتاعتك شكلها عامل ازاي. طبعا هنا الاوردر بتاعك، طبعا ده البيج اللي هو اخر بيج ليك خالص، وبعد كده طبعا الاوردر ريفيو ده طبعا البيج اللي هو البي بيج، وطبعا الاد ميثود بتاعك، دي طبعا بيجات انت ممكن تبص عليها الحاجات دي كلها. طبعا هنا البيمنت جيت واي، الاجزاء دي طبعا انت عايز تخلي الدايركت بانك ترانسفير او الباي بال، او انت عايز تدخل جزئيه تانية او الكاش على طول، الحاجات دي كلها انت ممكن تبص على السيتنج بتاعتك. طبعا هنا السيتنج بتاعتك لو انت عايز تدخل الحاجات دي كلها، لو طلعنا فوق تاني هنلاقي طبعا البنك بتاعك والتشيك والحاجات دي كلها والباي بال. طبعا هنا اهو لو دخلنا هنا هنلاقي طبعا بيقول لك ايوه انا عايز اعمل بنك ترانسفير، طيب يبقى بننزل تحت. طبعا هنا بتكتب الديسكريبشن بتاعك اللي هو هيظهر لك بعد كده لما يجي لك الجزئيه دي، وطبعا هنا بتكتب الاكونت بتاعك، الاكونت نمبر، البنك، الكلام ده كله. وبعد كده بتروح مثلا لو انت عندك باي بال اكونت، طبعا بتيجي هنا الديسكربشن بتاعك، الكلام ده كله، بتحط الايميل بتاعك، بتحط الريفيو، الحاجات دي كلها. طبعا الحاجات دي كلها بتاخدها من البنك او بتاخدها من الباي بال بتاعك، اللي على اساس انت بتشوف الجزئيه دي. وطبعا هنا البيج ستايل، الحاجات دي كلها بتبقى تبع باي بال، لان طبعا ممكن تعمل بيج خاصه للباي بال في الهيدر بتاعك، في الكلام ده كله، على اساس انت بتشتغل. وبعد ما بتيجي تخلص البيج بتاعتك بتاخد اليو ار ال بتاعك هنا هون وبس كده خلاص. طبعا هنا ساند بوكس لو انت عايز طبعا التستنج بتاعك، لو انت قبل ما تيجي تبتدي في باي بال برضو عامل زي تيستنج اكونت، على اساس ان انت بتخش وبتشتري وكل حاجه، بس طبعا ما بتدفعش فلوس حقيقيه، بس بتخش وبتشتري وتمام، بتشوف كل حاجه ماشيه صح، انت عملت كل حاجه صح ولا لا، والكلام ده كله. هنسيبنا من الجزئيه دي خالص على اساس ان احنا هنوصل لاخر جزئيتين خالص. بيج الاكونت بتاعتنا دي برضو جزئيه مهمه جدا. طبعا هنا البيج بيقول لك ان انت عايز البيج بتاعتك، ايوه انا عايزها الماي اكونت. طبعا اللي لو رحنا هنا اهو على البيجز بتاعتنا هنلاقي طبعا ماي اكونت، دي طبعا البيج اللي عاملها لي WooCommerce نفسه. طبعا انا لو رجعت تاني على السيتنج ورحت على اكونت تاني هنلاقي طبعا زي ما قلنا دي البيج بتاعتنا، دي طبعا الاوردر بتاعنا، على اساس ان كل بيج او كل او او كل يو ار ال بيبقى ليها طابع خاص. طبعا هنا زي ما قلنا احنا ممكن نبص بالكويشنز مارك بتاعنا، طبعا الفيو اوردر بتاعك، طبعا انت لما بتخش على الماي اكونت بيبقى ممكن انت بتبص على الاوردر اللي انت عملته قبل كده، الحاجات دي كلها. ممكن اعمل اديت للاكونت بتاعي، ممكن اعمل الادرس بتاعي، ممكن احط الباسورد، الكلام ده كله. بس طبعا الجزئيه دي عايزين نظبط اليو ار ال بتاعتنا، لان طبعا احنا ظبطنا اليو ار ال لو احنا بصينا على البرمالينك. طبعا اول مره احنا ظبطنا البرمالينك بتاعتنا وبصينا على الكاتيجوري والبوست نيم، بس لو جينا نزلنا تحت الوقت هنلاقي فيه يو ار ال جديده خالص اللي هو البرودكت برمالينك. طبعا هنا عندك اشكال كتيره، ممكن تحط الشكل، طبعا السيمبل برودكت او السيمبل مش عارف ايه الكلام ده كله. طبعا انا هقول هنا الشوب بيست على اساس ان انا هنا، لا هنقول هنا الكاتيجوري بتاعتنا الشوب وبعدين البرودكت كاتيجوري، او لو انت عايز تعملها السيمبل البرودكت بتاعك، الاسم البرودكت هو اللي يظهر بس. يبقى احنا هندوس هنا على اوكي تاني، وهنرجع تاني كمان مره للسيتنج بتاعتنا، وهنروح على اكونتس على اساس ان احنا هنا بنكمل بقيه كل حاجه. طبعا هنا انيبل ريجستريشن، طبعا هنا بيقول لك ريجستريشن في البيج تشيك اوت، دي حاجه براحتك انا مش هقدر اقول لك فيها. بس طبعا هنا enable registration on my account، دي طبعا دي لازم حاجه طبيعيه جدا. طبعا هنا البيج بتاعتك ممكن نبص على display returning customer log in مش عارف ايه الحاجات دي كلها. دي طبعا برضو زي ما قلنا دي على اساس ان هو في الاخر خالص لا انت لسه ما عملتش اللوج ان بتاعتك، او انت لسه ما عملتش الجزئيه دي برضو هنسيبها، لان طبعا كل موقع بيختلف للتاني. هنا طبعا ممكن ان احنا نعمل اوتوماتيكلي جنريت يوزر نيم فروم كاستمر ايميل، يعني اول ما بيجي يحط الايميل بتاعه خلاص يبقى هو ده اليوزر نيم بتاعه. احنا بنقول له بعد كده اوتوماتيكلي جنريت الباسورد بتاعتك، او ممكن نبعت له البيج كده ونقول له ان انت لازم تحط الباسورد لو انت عايز تعمل يوزر نيم الكلام ده كله. لو جينا بصينا على الايميلز، ودي طبعا اخر حاجه في السيتنج بتاعتنا. طبعا هنا الاسم بتاعنا، اسم الموقع بتاعنا، الايميل اللي هيروح عليه، طبعا هنا ده شكل الايميل اللي هيظهر لنا. طبعا من هنا اهو ممكن نعمل كليكايه هنا اهو بالكنترول، نعمل كليكايه هنا اهو على اساس ان احنا هنا بيقول لك ده الشكل بتاعك اللي هيظهر لك بالظبط الكلام ده كله في الايميل اللي جاي لك. احنا لو رحنا هنا اهو، طبعا هنا اهو ممكن انت بتحط يو ار ال او الايمج بتاعتك على اساس ان طبعا هنا اهو بيبقى في اللوجو بتاعك والكلام ده كله، لوجو الشركه، وهنا اسم الشركه الكلام ده كله. وهنا طبعا الجزئيه اللي هي بتاعه الفوتر، ودي طبعا الالوان بتاعتك انت ممكن تختار منها اللي انت عايزه. ولو جينا بصينا فوق هنا هنلاقي طبعا النيو اوردر، الكومبليت اوردر، الكاستم مش عارف ايه الكلام ده كله. طبعا كل واحده بيبقى لها بيج تاني خالص، انت طبعا بتعيش حياتك بقى على اساس ان انت بتبدا تشوف الجزئيه دي الكلام ده كله، السايت نيم الحاجات دي كلها. وبيجي طبعا كل جزئيه بيقول لك انت لازم تعمل ايه الكلام ده كله. هنروح للنيو اوردر، طبعا النيو اوردر الريسيبي بتاعتك، الايميل بتاعك، وهنا النيو اوردر بتاعك، الايميل بتاعك عايزه HTML او عايزه مش عارف ايه الحاجات دي كلها، على اساس ان احنا بصينا كده على الاوبشن بتاعنا. طبعا انا عملت زي اوردرز كده سريع. طبعا هنا بيقول لك هنا الاوردرز بتاعك اللي جاي لك، في واحد عمل اوردرز، هنخش هنا على الاوردرز بتاعنا عشان نبص بالظبط هو عمل ايه بالظبط. طبعا هنا بيقول لك التاريخ بالظبط اون هولد، يبقى هو لسه طبعا لسه ما دخلش ما دفعش الفلوس. طبعا هنا completed cancelled الحاجات دي كلها. طبعا هنا بيقول لك ان هو الادمن اللي هو انا المفروض اللي انا عامل، طبعا الادرس بتاعه الحاجات دي كلها، الايميل بتاعه، هو عمل اوردر لايه، عمل اوردر للتيشر دون اللي هو بنفس السعر دون، او عمل الحاجات دي كلها. طبعا انت هنا بقى بتيجي بقى للاكشن، عايز تشيله الحاجات دي كلها، لاين ستوك، لو قعد فتره بعد كده انت بتشيل الحاجات دي كلها. طبعا الداونلود طبعا هنا اهو ساعات ممكن حد يعمل داونلود وفي النص اللينك يقف، او الانترنت يقف، او الكمبيوتر يقف الكلام ده كله، فبيجي بيقول لك انا اشتريت منك بس انا ما نزلتش الداونلود. فانت بتيجي من هنا على اساس ان انت بتشوف بتعمل له الاوردر من اول وجديد، وتقول له طيب انت كده allow ان انت تعمل داونلود من اول وجديد. طبعا الكوبونز هنا طبعا هنا انت بتزود الكوبونز بتاعتك، لو انت عايز تعمل ديسكاونت لجزئيه معينه، الكود بتاعك، الكلام ده كله، والبرودكت اي دي، الحاجات دي كلها. لو عايزين نروح للريبورتس، الريبورتس اللي هو بيقول لك بقى انت اشتغلت قد ايه، الحاجات دي كلها. طبعا من اهو بتبص بقى ان احنا بدانا نشتري وبدانا نبيع، الحاجات دي كلها، وبتلاقي بعد كده كل حاجه بتطلع وبتنزل، الكلام ده كله. طبعا هنا هو برده بيجي لك نفس الشغل بتاعك اللي هو السيستم ستاتوس بتاعتك، اللي هو برده بيقول لك طبعا الريبورت بتاعك، الكلام ده كله، كل حاجه طبعا بتجي لك، اللي اشترى قد ايه، اللي باع قد ايه، الكلام ده كله، الثيم اللي انت بتستعمله، دوت اورج، الحاجات دي كلها. في هنا معلومات كتيره جدا. وطبعا هنا اد اونز اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. لو انت عايز طبعا زي ما قلنا الاضافه فري، بس طبعا بيبقى فيها زي اضافات تانية. طبعا بيبقى هنا زي اكستنشن، زي حاجات تانية لو انت عايز تدخل حاجات تانية زي الشيبنج بتاعتك، مش عارف ايه، الكلام ده كله. كل حاجة بتيجي هنا اللي انا عايز ازود الجزئية دي، الجزئية دي مثلا في فري او ببلاش، طبعا بتبقى مكتوبة فيها الحاجات دي كلها. عايزين نبص برضو لاخر حاجة خالص. لو احنا رحنا www.woothemes.com، ده طبعا الوو ثيمز بتاعك. لو جينا هنا اهو بنبص على الوو كوميرس، عايزين نعمل كليكايه على الوو كوميرس، وبنيجي هنا اهو. ده طبعا الوو كوميرس بيج، طبعا بيقول لك معلومات كتير جدا، بس احنا مش عايزين الجزئيه دي، احنا هنروح هنا على الدوكيومنتيشن. طبعا من هنا الدوكيومنتيشن بيجي بقى يقول لك بقى getting started كودكس، مش عارف ايه، السيل، الكلام ده كله، اعمل الاكستنشن بتاعتي، الحاجات دي كلها. طبعا هنا بيقول لك برده ازاي ان انت برده تدخل حاجات، الكلام ده كله، الثيم بتاعك بيشتغل ازاي، الحاجات دي كلها. لو احنا رحنا بصينا على الثيم بتاعنا تاني، ورحنا على اللهم صل على النبي على الستارت بتاعنا، ورحنا على الكمبيوتر، ورحنا على السي، ورحنا على الاكسامب، ورحنا على الاتش تي دوكس، الوو كونتاكت بلجن، وهنروح على الوو كوميرس. وطبعا من هنا الاسيتس بتخش جوه طبعا السي اس اس بتاعتك. وطبعا هنا لو بصينا هنلاقي هنا الوو كوميرس دوت سي اس اس، هو ده الفايل طبعا. والوو كوميرس دوت لس دي طبعا انا طبعا داعم للس، طبعا هو ده الفايل اللي انت عايز تبدا تغير فيه. لو انت عايز تعمل ستايل لنفسك خالص من اول وجديد، بس طبعا لو انت عايز تعمل زي ستايل لنفسك من اول وجديد خالص، دي طبعا كويسه ان انت بتاخد اللهم صل على النبي السي اس اس بتاعتك دي كلها، وبتبدا تبدا تشتغل عليها، وبتغير الالوان والكلام ده كله. وفي نفس الوقت طبعا كل حاجه هنا كومبريس، ممكن بتروح على ابتانا او بتروح على زين ستوديو، في عندك اوبشن اللي هو بيشيل لك الكومبريس، كل حاجه بترجع زي الاول تاني. وبس كده خلاص. على فكره يا جماعه نفسي اتقطع، ولو اقول لكم ان ده اصعب درس انا عملته، بس كده خلاص. اشوفكم المره الجايه، يلا سلام يا عرب.